خلينا نستمع من الأستاذ عصام عبد الرحمن. معايا يا فندم؟ ايوه دكتور، مع حضرتك. اهلا أستاذ وسهلا. عصام عبد الرحمن المستشار الإعلامي لمؤسسة صناع الخير، مؤسسة صناع الخير إحدى مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في مبادرة حياة كريمة. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين الكرام. يعني أنا كنت بأشير للسادة المشاهدين إنه هذا المشروع في 20 وزارة ومؤسسة حكومية و23 مؤسسة أهلية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. الأول يا فندم، يعني ممكن تلقي الضوء للسادة المشاهدين دور المجتمع المدني في هذا المشروع، في هذه المبادرة بنقاط عامة، وبعدين ندخل في تفصيل ما تفعله مؤسسة صناع الخير. الحقيقة دكتور محمد، زي ما حضرتك أشرت، حياة كريمة يعني مبادرة من البداية ومن المبادرات الرائدة، ولما أصبح مشروع قومي أصبح نموذج لتكامل الأدوار ما بين الجهاز الإداري للدولة وما بين المجتمع المدني، وحتى كمان ما بين أهالينا في القرى أنفسهم. يعني حضرتك لو إن شاء الله يبقى يعني ضيف معانا في قرية من القرى اللي إحنا بنطورها، وأنا بكلم حضرتك الحقيقة النهاردة من أسوان، من قطعة حبيبة أو عزيزة على قلوبنا كلنا. أنتوا معاكم أحمد عاطف من عندنا من الدستور. بالظبط بالظبط. خليني اقول لحضرتك دكتور محمد ان احنا تكامل الادوار ده دائما ما ينتج انجاز كبير في تغيير واقع اهالينا في القرى الاشد احتياج. المجتمع المدني له دور مهم جدا في كل المبادرات الجاده وعلى راسها حياه كريم. المجتمع المدني هو الذراع الاطول للوصول لكل اهالينا في القرى الاشد احتياج، بيت بيت وداخل الأسرة الواحدة فلان وفلان اللي مش قادر عشان ظروفه كذا، لأنه معروف أن المجتمع المدني أيسر في الوصول لأهالينا من النظم الحكومية وأي حكومات، مش بس حكومتنا. عشان كده المجتمع المدني قادر أنه يفرز بشكل فعلي القادر من غير القادر، يفرز بشكل فعلي الاحتياج الحقيقي لغير القادر، يقدم روشتة تنطلق من المشروع اللي يهم وينتفع به غير القادر بشكل فعلي، يقدم نصيحة للاحتياج الضروري للشخص غير القادر المستهدف، والنهاية عند التنفيذ تكامل الأدوار كمان بيؤدي إلى نجاح تحقيق الاحتياج الحقيقي للشخص غير القادر المستهدف. عشان كده يعني الحقيقه حياه كريمه نموذج مش بس للمجتمع المصري، اعتقد ان احنا مطالبين ان احنا ننشره على المستوى الافريقي والعربي كمان، لانه بيوضح قد ايه التكامل داخل مصر ما بين الجهاز التنفيذي للدوله وما بين منظمات المجتمع المدني وما بين زي ما قلت لحضرتك الاهالي بانفسهم، قد ايه التكامل ده بيصنع حياه جديده، قد ايه التكامل ده بيغير فعلا واقع الناس وبيخلي حياتهم حياه كريمه. صحيح. طب لو قلت لحضرتك تعمل لنا كده وصف تفصيلي لما يحدث الان في اسوان، انتم موجودين، يعني انتم موجودين فين وبيتم ايه بالظبط في القرى اللي انتم فيها وتفاصيل شغلكم، يعني زي ما تقول كده ايه تجربه حيه على الهواء وانت موجود هناك. مع الموجه الثانيه من انتشار فيروس كورونا، مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة وبعض المؤسسات الاقتصادية الداعمة أطلقوا المرحلة الثانية من مبادرة حماية. مبادرة حماية كان فكرتها دعم الشرائح الأكثر تضررا من انتشار الفيروس، والحقيقة حققنا نتائج طيبة في المرحلة الأولى. كان في فكرة مختلفة في المرحلة الثانية إن احنا نوصل لأهالينا في المحافظات الحدودية. تمام. ما نسيبش مصر يا دكتور محمد على أرض مصر إلا لما نوصل له بالمساعدات وبما يستحق من يعني واجبه علينا يعني إن احنا ندعمه ونساعده. بدأنا مع مؤسسة صناع الخير مع مؤسسة حياة كريمة في التوجه للمحافظات الحدودية من قطعة عزيزة على قلب كل مصري، من وسط سيناء ومناطق سانت كاترين على الوجه بوجه خاص، وسكان الأودية منهم اللي يعني حقهم علينا ان احنا نقدم لهم يد المساعده
وخصوصا مكان سانت كاترين زي ما حضرتك عارف ابرد مكان على ارض مصر. بعد سانت كاترين رحنا كمان منطقه يعني اعتقد انه كل مصري كمان بيحبها ويعني ليها معزه خاصه وهي حلايب وشلاتين. رحنا قدمنا مساعدات عينيه لاهالينا في حلايب وفي شلاتين، نظمنا قافله طبيه موسعه. النهارده بنكمل يا دكتور محمد المشوار مع اهالينا في القرى الاشد احتياج في محافظه اسوان. بدانا من اول امبارح، كان يوم تحضيري لشغلنا، التقينا بالسيد نائب المحافظ، والحقيقه عايز اقول لحضرتك انه تعاون الجهاز الاداري للدوله ممثل في الساده المحافظين لما بننزل لمحافظاتهم والساده نواب المحافظين بيدعمنا بشكل اكثر من رائع وبيسر علينا كتير للوصول لاهدافنا. امبارح على مدار اليوم بدانا في تنظيم قافله للكشف على امراض العيون، قافله اكثر تخصص يا دكتور محمد عشان نغير واقع انتشار امراض العيون في القرى الاشد احتياج. كنا موجودين في قريه المنصوريه مركز دراو في اسوان، كشفنا على ما يزيد عن 780 من اهالينا، قدمنا لهم العلاج المطلوب، شخصنا احتياج الحالات اللي محتاجه نظارات وعملوا مقاسات نظارات وان شاء الله في خلال اسبوعين هنسلمها لهم. شخصنا الاحتياج لعمليات وفي اقرب فرصه ان شاء الله هنعملها لهم برضه، هنعمل العمليات المطلوبه. والحقيقه خدمات القافله زي ما كل خدمات صناع الخير وحياه كريمه بتتقدم بالمجان تماما. النهارده بدانا الشق الثاني، يعني امبارح كنا في الشق الطبي للمبادره، النهارده كنا بنقدم الشق الانساني، كنا بنقدم مساعدات غذائيه وبطاطين الشتاء وجبنا الحقيقه اكثر من قريه من قرى النوبه. بكره احنا معادنا مع عمال النظافه اللي يعني بننحني لهم احتراما وتقديرا لانهم بينزلوا في الشارع وبيحتكوا، هنقدم لهم شنط وقايه من الاصابه بفيروس كورونا، هنقدم لهم كمامات، هنقدم لهم كحول، هنقدم لهم كمان زنك وفيتامين سي عشان نرفع مناعتهم. تمام. ان شاء الله يكون لنا لقاء معاكم ومع اعضاء من مؤسسه صناع الخير بعد ما ترجعوا ان شاء الله. بشكرك جدا، بشكرك جدا دكتور عصام عبد الرحمن المستشار الاعلامي لمؤسسه صناع الخير، واحده من المؤسسات المشاركه في هذا المشروع الكبير.